أستاذتي أهلا وسهلا بكم في موضوع الروحي نايمة. احنا دابا نشوفكم البلاصة فين تلقات اللي تقربكم من الفعل الجرمي اللي هو القمل. الحمد لله واخا توفيت ولكن نسأل الله عز وجل تقبل الصالحين. دعنا جبتكم البلاصة فين تلقات الروحي نايمة اللي جاب هذا المجرم او هذا المجرمين ينتقم منهم فين قاموا بفعل الجرم ديالهم. اذا الروح نعيمه ثلاثه البلايص تلقاو هذا المسال ديالها. الاولاني تلقى هنا الجمجمه ديالها وتلقى واحد التريكو ديالها هنايا، وهنا تلقى واحد البقايا ديال العظام ديالها في هذه البلاصه هذه اللي فيها هذه القرعه هذه. اذا نشوفوا هذه الشعبه اللي جابها ليها هذا المجرم باش يقوم هذا الفعل الجرمي ديالو. هي بعيدة على الدوار شوية، كتسمى الشعبة ديال تزكزات. و كنشوفو هاد الطريقة باش تم التصفية ديالها، مسكينة الله يرحمها. هادي ثاني هنايا تلقات واحد جزء من العظام ديالها. هادي هي الشعبة ديال تزكزات اللي تلقات فيها نعيمة الروحي رحمها الله. كان هذا بالتأخر لكم إخواني إخواتي، وتسنوا منا المزيد إن شاء الله. تحية طيبة لكم.